بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر وزاره النفط على حضورهم اليوم وشرفونا صراحه في كليه الدراسات التكنولوجيه، واعتقد المسابقه اللي طارحينها جدا جدا مهمه. فالتحول الرقمي يعني ليس فقط يمس مثلا قطاع معين، ولكن يمس قطاعات الدوله عموما، والعالم كله قاعد يتجه باتجاه التحول الرقمي. فمسابقه الهاكاثون راح يعطي فرصه لطالباتنا وطلباتنا أن يطلعون على احتياجات سوق العمل ممثلة طبعا حاليا في وزارة النفط والمعطلات اللي يواجهونها. وصراحة يعني من الأمور المهمة أن هذا المسابقة تتيح الفرصة لطلبتنا وطالباتنا أن يبتدون يفكرون كيف يحلون المعطلات. التعليم ليس فقط مهمته أن ينقل معلومة إلى الطالب، ولكن كيف يخلي الطالب يفكر ويحلل ويجد حلول لمعضلات مهمة. ونحن الآن